ومن آثارها العظيمة عليه أنها أشهدته قدر نفسه، وهذا أيضا باب حقيقة مهم جدا ينبه عليه ابن القيم رحمه الله. أحيانا يكون المرء على غير استقامة ثم يفتح له أبوابا في الاستقامة وطاعة الله والتعبد والتقرب والمجاهدة للنفس، ربما يكون له شيء من قيام الليل مثلا، ربما يكون له أيضا حظ مثلا من العلم وملازمة حلق العلم، ويرى نفسه في اجتهاد عظيم، فقد يصيبه في مثل هذه الحال عجب بنفسه، قد يصيبه عجب بنفسه ورؤية لها واحتقار للآخرين، وهذا يحصل. والعجب آفة خطيرة جدا، قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. خطير جدا العجب، عندما يرى نفسه نفسا مطيعة، نفسا مكملة، خيرا من الآخرين، يزدري الآخرين ويحتقرهم وينتقصهم، فيصاب بعجب وزهو ورؤية للنفس، وهذه مهلكة. فقد تحصل له معصية فيتألم قلبه منها، لكن يكون من فوائدها عليه أنها تذهب عن نفسه ذاك العجب الذي كان يراه في نفسه والرؤية التي كان يراها لنفسه. فإذا وفق لمثل هذا المعنى صار الذنب عليه رحمة، وكانت حاله بعد المعصية خيرا من حاله قبلها، لأنه قبل المعصية كان يرى نفسه معجبا بها، فجاءت هذه المعصية وما تبعها من ندم صادق وتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، فكسرت كما عبر ابن القيم رحمه الله صولة الطاعة، صولة الطاعة، الطاعة التي أقبل عليها ثم ترتب على إقباله عليها عجب بنفسه ورؤية وصولة للطاعة في قلبه. فمثل هذه المعصية قد تكسر هذه الصولة التي يجدها في نفسه، فيعود نظره إلى نفسه نظر ماذا؟ نظر المخطئ المقصر في حق الله. وكل ما كان العبد ينظر إلى نفسه هذه النظرة، نظرة المخطئ المقصر المفرط، فإن هذا باب رفعة له. وكل ما كان يرى نفسه مكملا متمما إيمانه فهذا والعياذ بالله خطر عليه.